هنكمل ان شاء الله ديزاين الكرين جردر بس بالتوب سيكشن. اخدنا الرول سيكشن، هنشوف بقى الفرق ما بين الرولد وما بين البيلتوب. هنلاقي ان هو الفرق يعني هو معرض لنفس الاحمال سواء بيلتوب او رولد، فهو مازال برضو نفس الاحمال، ان هو الاي بي اي دي اللي هي شايله الكرين، عليها ايه؟ عليها الوزن اللي هو بتاع الكرين بريدج ده، وعليه الوزن اللي هو بتاع الكباستي تمام او الحموله بتاعته. وبالنسبة للأحمال الميتة فهو شايل وزنه، وبالنسبة للأحمال الحية فهو الأحمال الحية اللي هي جايله من فين؟ جايله من العجل تمام. فهنكمل على نفس المثال بتاعنا، دي الأنواع اللي قلنا عليها. أخدنا الرولد سيكشن، هناخد البيل توب سيكشن. احنا عايزين دايزين ايه من هنا؟ عايزين اندايزين اللي هو الاي بي اي ده تمام. هنيجي بقى الاحمال، نفس الاحمال اللي عملناها ونفس الطريقة لغاية ما اوصل للكومباينيشن، هي مش هتفرق في الطريقتين، مش هتفرق ما بين رولد وما بين بالطب في طريقة الاحمال ونقل الاحمال تمام. فالكلام ده هنا بالطب سيكشن تمام، نفس الديدلود ونفس الخطوات بالكامل زي ما هي كوبي بيست بالظبط ما بينها وما بين الرولد، مفيش اي اختلاف لغاية ما طلعنا الكومباينيشن، نفس المومنت في الاكس والواي والشير. هنيجي لغاية بقى ايه؟ لغاية اختيار القطاع تمام. اهو بيقول لي نوت ذات اول ستيبس اوف لودنج اند كومباينيشن ار ذا سيم از رول سيكشن. كل حاجة احنا عملناها هي في الرول سيكشن. البيلت اب سيكشن هو بيلاقي ان الاحمال كلها عاملة الكومبريشن على الابر فلانج، فبيقول انا ليه اعمل الابر قد اللور. فمن مبدأ التوفير اقتصاديا ان هو بيجي بيكبر الابر فلانج وبيصغر اللي تحت، لان انا اللي تحت مش هتشيل في الاخر غير اللي هو التنشن، لكن في الحقيقة اللي هو مقاوم معايا وشايل كل الاحمال والاوزان هو الابر فلانج تمام. فهنيجي الاستيميشن اوف كروس سيكشن، لو عايزين نختار الابعاد اللي هي بتاعه القطاع، يعني انا محتاج اطلع الاتش ويب والتي ويب. الاتش ويب هنقول ان هي من السبان على من 10 ل 15، السبان كان عندي 700، يعني 700 على 10 ل 15 يعني من 47 ل 70، قول هناخد رقم افريج ما بينهم يعني 60 سنتي. هنيجي بعد كده عايزين نطلع التي ويب، الكلام ده ثابت من الكود. لو عايزين نطلع التي ويب فاحنا هناخد الماكسيمم ما بين الاتنين دول، الاتش ويب على 190 على جذر الاف فيلد اللي هي 2.4، الاتش ويب اللي انا لسه كنت مطلعها دلوقتي تمام اللي هي دي. هنستخدمها الارقام اللي هتطلع لي دي ب 60 سنتي، يعني هتبقى 0.489 سنتي تمام سنتي. بعد كده نطلع ال نطلعه من القيمة التانية دي اللي هي ال Q maximum على 35% في ال F field في ال H web اللي هي 60، F field 2.4، ال Q maximum اللي أنا كنت سابقة ومطلعها من الكومباينيشن اللي هو الشير اللي جاي لي من ال dead load زائد الشير اللي جاي لي من ال live load، يعني هتساوي 0.34 سنتي. يبقى أنا عندي إيه؟ أقل حاجة عندي في الأحمال المينيموم اللي أنا أقدر أستخدمه هو كام؟ هو 8 مللي متر تمام. دي اقل حاجة انا ممكن اخدها، هنا دي 0.3 سنتي ودي 0.4 مللي سنتي، يعني ما كملتش 0.8 مللي، فبالتالي هاخد اللي هو اقل حاجة عندي اللي هو 8 مللي. يبقى انا على كده خلاص عرفت ان هو الاتش ويب هنا هتبقى كام؟ الاتش ويب هتبقى 60 سنتي تمام، والتي ويب على كده هتبقى كام؟ هتبقى اللي هي 0.8 سنتي. كده انا طلعت الابعاد اللي هي بتاعت الويب. هنيجي هنشوف ازاي نطلع البي فلانج والتي فلانج للابر واللور. بالنسبة للفلانج انا عندي الكاميرا عاملة ازاي؟ الكاميرا بتاعتي عاملة كده تمام صح، وجايلها مومنت عامل كده، المومنت ده بيضغط فوق سي
تمام تنشن فوق وعامل كومبريشن فوق وعامل لي ايه وعامل لي تنشن تحت. الارتفاع بتاعه اللي هو كام؟ الارتفاع بتاعه اللي هو كله على بعضه اللي هو الاتش، الارتفاع اللي هو الاتش ويب، يعني السي في التي ويب هي اللي عامله لي المومنت، او التي في الاتش ويب، معلش في اقصد في الاتش ويب هي اللي عامله لي المومنت. تمام، انا يبقى على كده السي هتساوي التي هتساوي المومنت على الاتش ويب، لان احنا من هنا بنقول ايه؟ يعني بنقول اللي هو قيمة المومنت دي هتساوي كام؟ المومنت ده هيساوي السي، صح؟ السي او التي مضروبة في الاتش ويب. يبقى انا لو عايز السي هقول المومنت على الاتش ويب، تمام؟ يبقى على كده السي هتساوي التي هتساوي المومنت في الاكس على الاتش ويب. المومنت احنا سبقه وطلعناه، بس كنا مطلعينه بالطن في المتر، فهنضربه في 100 عشان خاطر احول من متر لسنتي، على الاتش ويب اللي هي اللي كانت 60 اللي احنا طلعناها، نطلع من هنا قيمة السي. طيب الاستريس، الاستريس بيساوي ايه؟ الاستريس بيساوي فورس على اريا. انا عايز دلوقتي اطلع الاريا اللي هي بتاعت فلانج واحدة اللي هي مأثر عليها زي ما رسمنا من شوية اللي هي السي مثلا او تي. فهناخد الاستريس، احنا عايزين اريا فلانج كبيرة، فهناخد الاستريس هنقلل من قيمته. احنا كنا بنفرض ان هو نون كومباكت اللي هو 1.4، فاحنا هناخد استريس اقل من 1.2 عشان يزود لي الاريا فلانج هنا. فهنقول يبقى الاريا بتاعت 1 فلانج هتساوي السي على 1.2، والسي احنا مطلعينها من هنا، يعني 1.41 على 1.2 طلعت الاريا اللي هي بتاعت 1 فلانج 34 36 سنتيمتر تربيع. هنيجي الاريا عبارة عن ايه؟ الاريا بتساوي البي فلانج في التي فلانج. طيب احنا هنا قلنا ان احنا الاريا الكبير، الاريا الابر بناخدها اكبر وبندايزن على انها اكبر لان هي بتشيل معايا الاحمال، فبيعمل فرضية بيقول لك ان الاريا ابر بتساوي 2/3 من الاريا اللي هي بتاعت تو فلانج، من الاريا كلها اللي انت هتاخدها وهتعمل منها ابر فلانج ولور فلانج، خد لي الابر 2/3 منها. تمام، يعني الاريا ابر على كده بتساوي ايه؟ بتساوي 2/3 في 2 في القيمة دي اللي هي الاريا بتاعت 1 فلانج، فهتبقى ايه؟ 2/3 في 2 يعني 4/3 من الاريا اللي طلعت لي هنا. فهقول 4/3 في 34 36، يعني هتساوي 45 81. طب والاريا فلانج؟ الاريا فلانج بتساوي البي فلانج في التي فلانج. ونيجي هنا الاسامبشن تاني، تمام، عشان اجيب حاجة بدلة التانية. بنفرض ان البي فلانج بتساوي 20 ضعف التي فلانج، يبقى على كده الاريا ابر بتساوي ايه؟ بتساوي 20 تي ابر او تي فلانج في تي فلانج، يعني هتساوي 5. الاريا نفسها اللي هي مضروبة في 4/3 هتساوي 20 تي ابر سكوير او 20 تي فلانج سكوير. يعني اذا التي ابر هناخد جذر الكلام ده، هنقسم على 20 وناخد الجذر، يعني هتساوي تقريبا 1.51. هناخد دايما الرقم هنقربه وناخده لأقرب رقم زوجي. تمام، البي فلانج او ممكن تاخدها تاخده بالرقم اللي هيطلع معاك عادي، مفيش مشكلة. احنا كده كده شوية كده وهنعمل تشيكات وهنشوف الكلام ده سيف ولا بالنسبة للكومباكتنس وبالنسبة للستريسز. هنيجي بعد كده يبقى البي فلانج، ارجع مرة تاني مادام طلعت التي ابر باتنين، واحنا كنا واخدين كنا قايلين ان البي فلانج بتساوي 20 تي فلانج، يعني 20 في 2 يعني البي فلانج على كده هتساوي 40. هنيجي عايزين نحسب بقى اللي هي البروبرتيز اللي هي بتاعت القطاع الجديد اللي انا عامله. انا عملت ابر فلانج وعملت ويب وعملت ايه وعملت لور فلانج، وبعدين هيجي بعد كده يعملهم بلحامات او بيعملهم بايا كان الكونكشن، وخلاص بقى عندي اي بي انا اللي مفصلها طبقا للاحمال بتاعتي. تمام، كل ده انا مطلعه طبقا للاحمال اللي عامله لي المومنت. هنيجي بعد كده، فاحنا عايزين نطلع اول حاجه نطلع الاريا اللي هي الاريا التوتال. يبقى عندي 20 في 2 زائد عندي 40 في 2 زائد 20 في 2، تمام، زائد 60 في 0.8. حاجه تانية بس هنا، البي لور بناخدها نص البي ابر، يعني البي لور هتساوي البي ابر على الاتنين، يعني هتساوي 20، والتي لور هتساوي التي ابر هتساوي 2.
دي فروض برضو هنمشي عليها وهنستخدمها. طيب هنيجي بعد كده عايزين نطلع الواي بار، لان انا مش عارف المكان اللي هو بتاع المكان اللي هو بتاع السنترويد. انا لسه محدد السنترويد، احنا لسه بنقول ان احنا اللي عاملين الويب وعاملين الابر وعاملين اللور والكلام ده. طيب لو عايزين نحدد السي جي بتاعها، هنطلع حاجة اسمها واي بار. كنا بنفرض محورين وهميين في الاكس وفي الواي، تمام؟ فهنقول السيجما الاريا في الواي على الاريا توتال. طيب اول واحدة الاريا بتاعتها، احنا بنجيب المسافات دي من السنتر لغاية الخط اللي انا رسمه، تمام؟ فهقول ايه؟ هقول بالنسبة لو هنمسك اللور فلانج، انا اللور فلانج عندي الاريا بتاعتها 20 في 2. طيب الواي، الواي اللي هي نص المسافة، هي التي لور كانت 2، يبقى نصها اللي هو الواحد، تمام؟ هنيجي بعد كده نمسك الويب، الويب الاريا بتاعته عبارة عن ايه؟ 60 في 0.8. طيب المسافة من السنتر لغاية اخر النقطة كام؟ انا عندي من هنا لهنا اللي هي بتاعة الويب من هنا لغاية هنا دي اللي هي 60، يبقى على كده هقول 30 زائد الاتنين، 30 زائد الاتنين، تمام؟ يعني 32، تمام؟ زائد هنمسك الابر فلانج، الابر فلانج اللي هو كام عندي؟ هنمسك برضو من السنتر لغاية اخر نقطة تحت لغاية هنا، يبقى عندي كام؟ عندي دي 60، ازود عليها 2 وازود عليها 1، هتبقى كام؟ هتبقى 63 على الاريا توتال اللي احنا كنا لسه مطلعينها اللي هي 168. هنيجي بس دي ونعدل دي نخليها 32، تمام؟ لان انا عندي التي لور 2 سنتي، وعندي دي كلها اللي هي 60 نصها 30، انا عايز المسافة من السنتر لغاية اخر نقطة تحت يبقى عندي 30 زائد 2 اللي هي 32، تمام؟ هنيجي بعد كده نطلع الاي اكس ونطلع الاي واي للشكل ده. يبقى الانيرشيا عموما بي اتش تكعيب على الاتناشر زائد الاريا في الواي ناقص الواي بار. يبقى انا عندي موازي في عمودي تكعيب موازي للمحور اللي انا بطلع عنده في العمود على المحور ده على 12، في العمود التكعيب على 12 زائد الاريا بتاعت الشكل مضروبة في المسافة لغاية السي جي من السنتر للسنتر. فهنيجي نطلع الاي اكس، لو عايزين نطلع الاي اكس للور برضو نفس النظام، المحاور بتاعتي من تحت لان انا الواي بار اللي مطلعها من النقطة دي تحت لغاية هنا اللي هو مكان هيبقى مكان السي جي اللي هي الواي بار. فنقول على كده مساحة الشكل اللي هي عبارة عن كام؟ 20 في 2 تكعيب. اوقات ما يلاقي اللي هيتكعب ده قليل فبيلغيه كأنه مش موجود، تمام؟ فهتلاقي اوقات لو شفتها هتلاقي ان هو على طول اريا في واي ناقص الواي بار الكل سكوير من غير ما يكعب، لو لقى الحاجة اللي هتتكعب قليلة اوقات ما بياخدهاش، تمام؟ لكن احنا هنمشي على القانون اللي هو الجنرال بتاعنا وهنطبق فيه. يبقى عندي بعد كده قلنا الاريا اللي هي 20 في 2 المفروض في واي ناقص الواي بار، انا عايز اطلع من فين؟ انا عايز اطلع من هنا، تمام، لغاية السي جي. يبقى هطرح ايه؟ دي كلها 2، هطرح منها اللي هو الواحد اللي هنا، فاقول هتبقى 39 اللي هو الطول من هنا لغاية هنا اللي هو عبارة عن الواي بار، تبقى 39.1 ناقص الواحد تربيع. كده انا جبت الواي اللي هي المسافة من السنتر على كده الشكل لغاية السنتر. هنيجي بعد كده زائد، هنمسك الويب، الويب عبارة عن الموازي في عمودي تكعيب اهو، الموازي المحور الاكس اللي انا شغال عليه في العمود اللي هو على كده هيبقى 60 تكعيب على 12 زائد الاريا اللي هي 60 في 0.8 مضروبة في كام؟ انا عايز برضو المسافة من السنتر للسنتر، انا عندي نص المسافة دي اللي هي كام؟ نص المسافة اللي هو 30، تمام؟ هضيف عليه كام؟ هضيف عليه اللي هي الحتة دي اللي هي هتبقى كام؟ اللي هي الاتنين، هتبقى كام؟ اللي هي 32، وعندي الطول كله اللي هو بتاع الواي بار 32، يعني هتبقى لغاية هنا. انا عايز اجيب من السنتر للسنتر، يعني مثلا الطول اللي انا عايزه اللي هو من السنتر لغاية هنا، تمام؟ انا عايز اجيب الطول لغاية فين؟ لغاية هنا ده.
اللي هو 30 زائد 2، يعني اللي هو 32. واحنا قلنا اهو السنتر عندي هنا، يبقى على كده هقول ايه الطول اللي هو اي بار، اللي هو 39.1 ناقص 32. تمام، انا بالشكل اللي انا كنت حاسبها على 50. تمام، هنيجي يعني بعد كده، يعني دي مش 26، لا دي على كده هتبقى 39.1 ناقص 32، يديني المسافة اللي هي من السنتر للسنتر. هنيجي بعد كده زائد، هنمسك الابر فلانج، فهنقول ان هي 40، اللي هي 40 اللي هو الموازي في العمود على محور اكس، اللي هو على كده التي فلانج اللي هو 2. تمام، الـ2 زائد الاريا اللي هي 40 في 2 مضروبة في المسافة. انا عايز المسافة من السنتر لغاية السنتر. تمام، يعني عايز المسافة من هنا لغاية هنا. انا عندي ده 60، هضيف عليه 2 تحت واضيف عليه 1 فوق، يعني هتبقى 63، واطرح منه الحتة اللي تحت دي، يبقى على كده انا جبت المسافة من هنا لهنا من السنتر للسنتر، يبقى هتبقى 63 ناقص 39.1 الكل سكوير، واطلع الاي اكس. هنيجي الاي واي، الاي واي مش بنجيبها غير للابر فلانج، لان احنا قلنا ان هو في الاخر الاحمال اللي هي هتتشال، الاحمال الجايه لي في الهوريزونتال سواء كانت لاترال شوك، هي اللاترال شوك بس. تمام، لان الاحمال البريكنج في الاتجاه الطولي. تمام، لكن الاحمال هتسبب لي ام واي هي الحمل بس، اللي هو ايه اللي هو الحمل بتاع اللاترال شوك. فهنيجي هنا ما هنطلعش غير الاي واي اللي هي الابر فلانج، اللي هي اللي هتشيل فعليا. هيبقى عندي الموازي في عمودي تكعيب موازي المحور واي اللي هو الاتنين في العمود على محور واي اللي هو الطول اللي هو العرض اللي هو 40 تكعيب على 12 زائد المساحة 40 في 2 مضروبة في المسافة اللي هي هتبقى كام، هتبقى 0. تمام، لان السنترويد منطبق على السي جي اللي هو او على محور الواي، على محور الواي. تمام، فهتبقى المسافة على كده البعد هيبقى 0، اقدر من هنا اطلع الاي واي. هنيجي بعد كده كده خلاص بالشكل ده، هنيجي نعمل تشيك كومباكتنس. كده طلعت انا البروبرتيز بتاعت القطاع، هنعمل تشيك لكومباكتنس. هنقول سي على التي فلانج، السي اللي هي المسافة اللي هي الكلير الحرة اللي هي من هنا لغاية هنا، من هنا من غير الكيرفات لو في هنا ار من غيرها لغاية النهاية هنا، دي اللي هي السي. هيبقى عندي ايه على كده، هقدر اقول ان هو البي الكلية. تمام، هطرح منها ايه، هطرح منها 2 ار اللي هي شمال ويمين، واطرح منها تي ويب. تمام، واقسمها على الاتنين لان انا عايز واحدة بس على التي فلانج. يبقى هقول بي فلانج ناقص 2 تي ويب ناقص 2 اس اللي هي الار على الاتنين. الار او الاس بناخدها نفس السمك اللي هو بتاع الويب. تمام، يعني هقول على كده 40 اللي هي بي فلانج اللي هي الكلية ناقص التي ويب اللي هي 0.8 ناقص 2 في 0.8 على الاتنين على التي فلانج اللي هي قيمتها 2 سنتي، هتساوي 9.4 اقل من 16.9 جذر الفيلد. يبقى تمام، يبقى اللي على كده هقول له ان الفلانج بتاعتي كومباكت. طيب لو طلعت انسيف، يبقى هرجع ازود القطاع مرة تانية واعمل تشيك. يعني مثلا بي فلانج كانت عندي 40، فهزودها خليها 42، ما سافتش اخليها 44، او ازود في التي ويب واكمل. تمام، هنيجي بعد كده ان نعمل تشيك ده على كده، تشيك على الفلانج، هنعمل تشيك على الويب. هقول الاتش ناقص 2 اس، انا عايز الاتش اللي كلير من غير الار او من غير الاس. تمام، اللي هي دي، فانا عندي الاتش اللي هي 60، هقول 60 ناقص 2 في 0.8 على التي ويب 0.8 اقل من 127 من 127 اجاز الفيلد. يبقى تمام، يبقى خلاص ما دام الويب والفلانج عندي الاتنين كومباكت، يبقى القطاع كومباكت. ما ينفعش واحد فيهم يكون كومباكت والتاني نون كومباكت، لازم الاتنين يحققوا الشرط معايا. هنيجي بعد كده، يبقى باقي لنا ان احنا نعمل تشيك على اللاترال تورشنال باكلينج بنفس الطريقة اللي احنا عملنا فيها في الرولد، هي اللي هنعمل فيها هنا.
يعني ال اكشوال الطول بتاع الكاميرا مش ممسوك عندي، فيبقى الطول كلي اللي هو 700 سنتي، لو كان 7 متر اطلع اليو واخد المينيمم من القيمتين دول اللي هما دي وهي دي، واشوف بعد كده اليو اكشوال بالنسبة لليو الاوبل كام. اهو احنا اخدنا المينيمم منهم، تمام، يبقى اليو اكشوال هنا طلعت اكبر من اليو الاوبل، يبقى خلاص لاترال تورشن باكلينج هيحصل، يبقى القطاع بتاعي بدل ما كان كومباكت هيقلب نون كومباكت. هنيجي بقى عايزين مدام طلع معايا اليو اكشوال اكبر من اليو اللي هو الالاوبل، يبقى خلاص كالكوليت اللاترال تورشنال باكلينج اللي هو جاز اف لاترال تورشنال باكلينج 1 وفي لاترال تورشنال باكلينج 2. هنيجي نطلع اف لاترال تورشنال باكلينج 1 800 اريا فلانج على اليو اللي هي الاكشوال مضروبة في الدي اللي هو الطول بتاع الفلانج الطول بالكامل، يعني هقول اتش ويب زائد 2 تي فلانج، يعني هتبقى 64 مضروبة في السي بي. السي بي هنا هناخدها بكام؟ هنا هناخدها بواحد، كنا بناخدها في الرول كنا بناخدها 1.35، هنا بناخدها في البيلت اب 1. هنيجي هنطلع بعد كده الافلاترال تورشن باكلينج هيطلع اكبر من 0.58 اف فيلد اللي هي 1.39 او 1.4 تقريبا. ما دام هي اكبر منه يبقى خلاص لاترال تورشنال باكلينج ما هيحصلش، يبقى هاخد ال 0.58 اف فيلد هي اللي هاخدها في الاستريس اللي هو في اتجاه الاكس. هنيجي هنشوف قلنا الحالات دي نفس اللي كنا بنعمله مع الرولد. هنيجي هنا احنا نون كومباكت، تمام، يبقى خلاص انا يا اما قدام الحالة دي يا اما الحالة دي. دي لو كان ال يو اكشوال لو كان اقل من ال يو ماكسيمم، يبقى خلاص ساعتها مش هطلع لاترال تورشنال باكلينج، هستخدم القيم دي في الاستريس بس. الكلام ده ما اتحققش هنا، انا هنا كان ال يو اكشوال كانت اكبر من ال يو ماكسيمم، فيبقى خلاص بقى عندي في لاترال تورشنال باكلينج. شفنا لاترال تورشنال باكلينج لقينا المفروض نطلع 1 و2، بس لقينا ان 1 اكبر من 0.58 اف فيلد، فمش هنطلع التاني وهناخد الاسترس هناخده 0.58 اف فيلد، ونطلع بعد كده الاسترس في اتجاه الواي والاسترس التنسايل بالشكل ده. المسألة خلصت ونفس الخطوات اللي احنا عملناها في الرول. يبقى الفرق معايا الحتة اللي بس اللي هي بتاعت الاستيميشن اللي هو بتاع الكروس سيكشن. هنيجي بعد كده خلاص هنعمل تشيك البندنج ستريس دي اللي هي الاي واي دي اللي هي الاي واي. هنيجي بعد كده هنعمل تشيك على نقطة 1 وعلى نقطة 2 وعلى نقطة 3 بنفس الطريقة اللي عملناها. نقطة 1 بيأثر عليها مومنت في اتجاه الاكس، والمومنت ده عامل لي كومبريشن على الفلانج اللي انا واخد فيها النقطة، يبقى على كده هقول الاف واحد هتساوي الام ماكس الام اكس مضروبة في الواي ابر مضروبة في الاي اكس. ايه الواي ابر دي؟ انا عايز النقطة، عايز البعد اللي هو من عند النقطة لغاية السي جي، تمام، اللي هي دي كان بيسمي دي بيقول لك عليها واي لور، وكانت بالشكل ده الواي لور بتساوي الواي بار، ودي كان بيسميها الواي ابر. تعالوا نشوف الواي ابر لو احنا عايزين نستنتجها هنطلعها ازاي. انا عندي الطول ده 60، تمام، هجيب الطول من هنا من اعلى نقطة لغاية اوطى نقطة اللي هي كام على بالشكل ده اللي هو على كده اللي هو 64، تمام. يبقى عندي 64 هطرح منها الواي بار، تمام، هيديني خلاص هيديني المسافة من اعلى نقطة لغاية هنا. 64 ناقص 39.1 اداني المسافة اللي هي بنسميها واي اوفر. يعني تشيك بالكلام ده ان هو هيطلع المفروض اقل من الاف بندنج كومبريشن ستريس في اتجاه الاكس اللي احنا كنا مطلعينه من لاترال تورشنال باكلينج. هنيجي بعد كده بالنسبة لنقطة 2، نقطة 2 عليها ايه؟ عليها ام اكس وعليها ام واي والاتنين كومبريشن. فهنيجي هقول ايه لو كان عندي ام اكس وام واي؟ كنا بنقول اللي هو اكشوال على الالوبل، يعني هنقول اللي هو الاكشوال ده تمام على الالوبل، يعني ام اكس في الواي عبر على الاي اكس في اف بي سي اكس اللي احنا مطلعينهم، زائد الام واي
مضروبة في الاكس على الاي واي في الاف بي سي واي اللي هي كان بوينت 5.8 اف فيل برضو اللي هي 1.4. يعني هنيجي عايزين نطلع المسافة اللي هي الاكس دي. انا عايز المسافة اللي هي من النقطة لغاية السي جي اللي هي من هنا لغاية هنا، تمام؟ المسافة دي هتبقى كام؟ انا عندي دي كلها اللي هي 40، نصها اللي هو 20، تمام؟ يبقى دي بنفس الطريقة اللي جبنا بيها اف واحد زائد ال ام واي هنضربه في 100 عشان خاطر نحوله، هو كان طن في متر هنحوله طن في سنتي، والاكس اللي هي نص المسافة اللي هي دي كلها 40 تبقى دي 20، المفروض يطلع اقل من او يساوي الواحد، وقلنا هنضربه في 1.2 علشان خاطر الديناميك موفمنت. هنيجي بعد كده الديناميك موفمنت اللي هي جايه لي في اتجاه واي اللي هي قلنا عليها اللي هي لاترال شوك. هنيجي بالنسبه لنقطه 3، نقطه 3 معرضه لام اكس بس تنشن، تمام؟ قلنا المومنت جاي بالشكل ده بيضغط فوق بيشد من تحت، يبقى التنشن سايد عن نقطه 3 فهو الام اكس في الواي لور اللي هي الواي لور اللي هي قلنا هتساوي كام، اللي هي نفس قيمه الواي بار اللي انا بجيب لغايه البعد لغايه النقطه، ومن هنا لغاية آخر نقطة تحت اللي هي عندها نقطة 3 هي دي اللي احنا كنا فارضين محاول وهمية وطلعناها عشان وطلعنا منها الواي بار. هنعمل تشيك على الاف 3 ونقارنه بالستريس اللي هو التنسايل اللي احنا كنا مطلعينه من اللاترال تورشنال باكلينج. هنيجي بعد كده نعمل تشيك شير، تمام؟ عندي الاريا ويب اللي هي 60 في بوينت 8 والشيل اللي انا مطلعه من الكومباينيشن، المفروض الكلام ده يكون اقل من 35% فيلد. اوكي هنيجي نعمل تشيك ديفليكشن بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها الرولد، نفس الكلام هطلع الاحمال الاول هيبقى هنا 8 وهنا 8، هنرسم المومنت للاحمال الحقيقية هيبقى كام، هيبقى 8 في 2.25 اللي هي 18، وبعدين هنجيب مساحة كل شكل من الأشكال دي، مساحة الشكل اللي هو بتاع المثلث، مساحة شكل المستطيل اللي هو A1، تمام؟ نص القاعدة في الارتفاع، A2 اللي هو طول في عرض، هنجيب المسافات دي هنقدر نستنتجها، وبعد كده ال A اللي هي عبارة عن مجموع الحمل ده والحمل ده اللي هو A1 زائد A2. نقدر بعد كده نطلع الام الاستيك اللي هي عند النقطة دي، كل فورس في المسافة بتاعتها لغاية النقطة اطلع الام الاستيك، اعوض في القانون هنا الاي 2100 بتاعت اللي هي الالستيستي والاي اكس اللي احنا مطلعينها من البروبرتيز بتاعت القطاع. المفروض الكام ده يكون اقل من سبان على 800، السبان اللي هو كان 700 على 800 بوينت 875، يبقى سيف. هنيجي هنعمل تشيك فاتيج، ال ام ماكسيمم ناقص ال ام مينيمم على الاي اكس في الواي بار، يعني هتبقى يعني ال ام ماكسيمم اللي هو عبارة عن اللايف لود زائد الديد لود ناقص الديد لود، يعني هتبقى ام لايف لود زائد طبعا اللي هو مضروب في الامباكت. الام لايف لود كان 18.89، هنضربها في 1.25 اللي هي نتيجة ال الكتريك، تمام؟ اللي هي الاي مضروبة في 100 عشان خاطر نحولها من طن في المتر لطن في السنتي على الاي اكس، ونضربها في الواي بار اللي هي 39.1 اللي احنا سبق وطلعناها. المفروض الكلام ده يكون اقل من 1.26 في تيبل قلنا عليه في جدول، الجدول فيه عدد الضربات اللي هي الان، وفي كاتيجوري بي قلنا كاتيجوري اي دي اللي هي بتاعت الرولد، كاتيجوري بي اللي هي بتاعة البيلت اب، اختار هلاقي ان الاف اس ار ب 1.26. هنيجي بعد كده نعمل تشيك للكريبلينج، الكريبلينج احنا بنشوف اللي هي العجلة مسببة اجهاد مساحته قد ايه، قالنا مسببة اجهاد المساحة بتاعته او العرض بتاعه ان زائد 2 كي، اطلع الكي، الكي اللي هي عبارة عن التي فلانج زائد الاس او زائد الار، اللي يبقى عندي التي فلانج احنا كنا مطلعينها ب 20 اللي هي بتاعت التي فلانج اللي هي كانت ب 2 سنتي يعني 20 ملي، زائد التي ويب قلنا الار بتساوي التي ويب نفس القيمة، التي
ويب كانت 0.8 سنتي، اللي هي يعني 8 ملي، يعني هتساوي 28 ملي. هنيجي هنا هنعوض عن البي، وهنفرض ان الاي ب10 سنتي، اللي هو السمك او اللي هو الويدث اللي هو بتاع العجلة. تي ويب كل الابعاد عندي هاخدها بالسنتي، يعني هتساوي 0.64، اقل من 75 فيلد. اوكي، يبقى كده تمام. ده بالشكل ده اعتقد الناس قدرت تجمع فكرة عن الفرق ما بين الرولد والفرق ما بين البيلت اب في الديزاين او كخطوات حل مسألة. الاتنين ما بيختلفوش عن بعض نهائيا، غير في الاستيميشن اللي هو بتاع الكروس سيكشن. واخد بالي بس وانا اما اعمل تشيكات، ان انا اما كنت في الرولد كان عندي اوريدي قطاع موجود، فكنا بنقسم على الاس اكس، لكن هنا بنضرب في الواي اللي هو بعد النقطة عن السي جي، تمام، وبنقسم على الاي اكس، لان دول انا قطاع انا اللي عامله وانا اللي مديزينه، فانا مطلع له اي اكس ومطلع له البروبرتيز، على خلاف الرولد اللي هي القطاعات الجاهزة اللي هي البروبرتيز بتاعتها معروفة وجاهزة من التصنيع ومظبوطة على كده بس كده. شكرا.